مساء الخير، مساء النور، وتحية لكل الناس اللي يتابعوا فينا على الترددات، نسمع على مواقع التواصل الاجتماعي. تحية لكم من بوابة الوطن القبلي من جرومباليا، هو المدخل نتاع الدخلة في اللغة العامية نتاعنا. دونك على اعتبار وانه جهة الوطن القبلي تجي هكا كيما الدخلة، كيما الزنقة في وسط الخريطة نتاع تونس. دونك احنا جينا اليوم لجرومباليا اللي تنتصب فيها السوق الأسبوعية نتاعها، تبدا من البارح العشية، وخلينا باش نشوفوا توا المؤشرات نتاعها. واحنا في تقريبا 7 أيام رمضان ولا 8 أيام، دونك احنا توينا الأسبوع الأول من رمضان. إن شاء الله يا ربي نكملوه معناتها بالخير على الأمة الإسلامية. خليني أنا بديت من هنا جست باش نبدا بالبصل، البصل وإلا سي البصل خليني نسميه، لأنه اليوم في وقت الإنتاج نتاع البصل وإحنا عندنا إشكالية، كيما عندنا إشكالية في الطماطم، عندنا إشكالية في البصل. البصل هذا اللي كان المفروض توا يتباع بأقل من السعر هذا، اليوم قاعد يتباع بدينار و400 ويوصل حتى لدينار و800 مليم في الأسواق البلدية. دونك هذا يطرح برشا. هاوكا مولاه حاجة، عسلامة حاجة، اش عامل فيك رمضان؟ لا الحمد لله رب العالمين، عايش الحمد لله. الحمد لله. اي والقضيه اش عامله فيك؟ عامله فينا نار تشعل هنا الواحد، هو وجهده. والله بالحق جيد لاباس؟ لا الحمد لله رب العالمين. اي الحمد لله، هذاك اللي فيه الفايده. يعيشك يعيشك. اش عامله فيك الطماطم في السوق انت؟ ما عنديش. علاش ما عندكش طماطم؟ مشيت بالقصر ما لقيتهاش طماطم، ما فماش. جبت شويه فلفل شويه تناوش منه ومنه وجيت. اما الطماطم فما جمع. تو تخرج لك السلعه بلاش طماطم؟ على غالب مشيت يعني نروح شفرخ كهرباء ب 50 دينار كاع. اي هز منين تاني شوي شوي ونروح. ربي معاك. عايش. هذا المعضله الثانيه اللي عندنا هي نتاع الطماطم، الطماطم اللي اليوم الاسعار نتاعها معناتها فاقت كل التصورات، وعندنا اشكال رانا في الانتاج. اهلا بك. قضيه تو الاسواق عاد على الاقل لك زينها بال 500 500 على بعضه. والمعدنوس ب 400 ثلاثة بدينار. باهي. احنا راهو اليوم يلزمني نخدم بعيد برشا على الكادرار سي العربي اللي قاعد يأمن بورتون، راهي صعيبة بالله يصور الحديد. لا ما يسالش، خلي الناس يعرفوا الصعوبات اللي خاطر ديما أنا نحب نحيي الناس اللي يخدموا معايا. هاكم تشوفوا هو راهو يمشي أريكولون في وسط بلاصة كيما هاك. دونك يعطيهم الصحة. ناخذوا شوية دقلة. أهلا بيك. كيفاش توا 7000 ونص ونذوق ولا ذقت ولا ما ذقت؟ لا مازال ما ذقناش. يذوق باهي خلي الليك انا. في الليل باش ذوقها. صح عليك صح عليك يا حاج. خذك البانو على الاسوام نتاعها. انا من احلى التعاليق اللي شفتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم شكون كتبت مراه هي قالت بلا ثم شكون ماشي لفرنسا خل نوصيها على كيلو دقلة، على اعتبار وان الدقلة في فرنسا بدينا بانورو يظهر لي. دونك الراجل ضحك على التعليق هذا. عجبك التعليق يا معلم؟ عجبني التعليق. ها نشوفوك. هو دقلتنا تمشي لفرنسا ياخذوها ارخص من عندنا. ياخذها ارخص. ياخذها ارخص ياخذها ارخص, يأخذها أرخص. وعنا اليوم مش نقدر طيل الطيل في 8 من الناس. ما شاء الله. هو ان شاء الله يزز، ان شاء الله يزز يرطيل ب 5000 معناها مش اكلي معناها دقله. اي هكاك هكاك اللي يقولوا الحراير على عيني نحمتي. بالضبط يعطيك الصحه. قداش الربطه بصل معلم؟ بدينار. باهي عربي باش نمشيو للزون هذيك وين ثم الغله. اهل عينك. عايشك. شبيه فارغ الكروسه. كيفاش؟ الدنيا نار تشعل وين؟ والله غالية برشا بصراحة. غالية غالية برشا بصراحة. ياسر غالية شوية. الله ياتي. هاو نشوفوا توا عاد ما تعرف رمضان هكا ويبدا هكا مزيانة النصبة. بقداش السيناريو يا معلم؟ 15% وبسباس. وفيها وقته وفيها ايه. هاي البنوتة هيجا ما يسالش هيجا. على سلامتك. هاي بابا على سلام. تحب تشوفوها؟ هاي خلي يشوفوها هم يشوفوا فيها. قلهم على سلامتكم. على سلامتكم. صحيت هكاك. هي صحيتك. خير ربي يصلي على النبي. ولا هي وين مال القفة؟ ها هيك القفة. هاي شقديتي ها ناخذ شوية مع نوسة وشوية بس. شنو هي باش طيبيننا اليوم؟ شوية شربة شوية طاجين شوية. طاجين شنية هي التواجن ولات برشا؟ ولا من بعد نوس نطيبوا. ولا ولا تو في جرومباليا انتم شنية أكثر حاجة
في رمضان معناها يعملوها الحراير. شربه طاجين ملسوقه. اخرج عليها ملسوقه ديما ملسوقه ديما المقلي. عندكم زيت؟ اي عندنا ملسوقه. <بي. تصفيق> واخيرا لقينا شكون قال لنا ثم الزيت. باهي عرفي. الحمد لله يا ربي. اليوتيوب قداش؟ 700. الله يعينكم. الله يسلمك. عايشك عايشك. هاو الزنباع، شفت الزنباع وين يتباع؟ ما هو هاوكا الزنباع يتباع لهنا. الزنباع راه فيه برشا منافع، برشا منافع. انا خليني نقول معناتها اهم حاجه في الزنباع هي انه دواء لا معافينا المرض السكري. هذه معناتها الميزه الاساسيه. دونك لهنا ناخذوا هكا بانو على حراير نتاع قرنباليا هنا هما يقضيو. هاكريتني في المباشر. قداش الطماطم يا معلم؟ دينار و800. دونك هكا احنا باش نكونوا كملنا جولتنا في السوق الاسبوعيه في قرنباليا. نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد. الى اللقاء.